احذر يا عبد الله أسئلة سوف تلقى عليك، ومن الذي سوف يلقي عليك السؤال؟ الله أكبر. تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يا الله رحمك رحمك. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله أننا سوف نوقف بين يدي الله جل وعلا. يا رب أيقظنا من رقدات الغفلة. علينا يا أخواني في الله أن نستيقظ ما دمنا في زمن الإمكان، لا نصير العوبة، العوبة بأيدي أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. كلما غزونا بشيء من هذه المصائب والمعايب نستقبلها. لا لا يا أخي في الله، لا يا أخي في الله، اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا أخي، لا تستقبل هذه المصائب والمعايب. أقبل على كتاب على كتاب الله، أقبل على القرآن. لا إله إلا الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، نزكي أنفسنا، نبتعد عن مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة والسخرية وكثرة المزاح. والله إنك تحزن إذا سمعت كثير من المجالس، إذا رأيت كثير من المجالس فيها المزاح والإفراط، الإفراط في المزاح. يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو تذكرنا يا أخي في الله ويا أختي في الله قول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من هؤلاء؟ هؤلاء الكرام الكاتبين الذين وكلهم الله بنا يا أخي في الله، يتعاقبون فينا بالليل والنهار. هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احذر.